مدينة نصر، لكن كابتن رؤوف جمهور كان بيبقى له تأثير كبير في ماتشات الصالات بالذات، يعني شفنا مباريات كتيرة في الطايرة وفي السلة اللي بيحسمها الجمهور، غياب الجمهور عن الصالة مؤثر برضه. يعني هو زي ما حضرتك قلت الصالة بتبقى مغلقة ومقفولة، فالتأثير يعني أعلى بالظبط، والجمهور بيبقى قريب من الملعب، فبالتالي تأثير الجمهور في ألعاب الصالات تأثير قوي جدا، يعني صحيح. يمكن يختلف عن كرة القدم. فبالتالي يعني وجود الجماهير ده شيء أساسي، ولكن اللي أنا بقوله إن إحنا تملي بنعود اللعيبة بتاعتنا إن هي بتلعب في مختلف الظروف، وفي نفس الوقت في بعض أولياء الأمور وبعض الناس اللي موجودة داخل النادي يعني ممكن يكون قعدتهم قليلة جدا، تخيل حضرتك ان هو ممكن يعوضه يقوموا بالدور اللي هو المفروض بيقوم بيه من خلال حماسهم لاولادهم ولعبتهم يعني. يعني الى حد ما خلاص اللعيبه تاقلمت على الاداء بدون في عدم وجود الجماهير. طبعا احنا كمسؤولين بنتمنى يعني وجود الجماهير، ولكن اللي انا عايز اقوله ان الحمد لله يعني في الفترة الأخيرة أعتقد في بعض الإنجازات بالنسبة لألعاب الصالات والألعاب الجماهيرية وال أيوه عايزك تطمني بقى بالظبط بقى فرصة إن أنت معانا لعبة لعبة كده كل ما نيجي نتصل بالكابتن رؤوف الناس عايزة متفقين معاها على مداخلة عدت الساعة 8 أو 9 كابتن رؤوف نام ما أنتوا البرنامج كويس إن إحنا إيه فرصة إبراهيم فرصة كويسة إن إحنا أنت معانا النهاردة طمني على ألعاب الصالات لعبة لعبة بقى طبعا اللي أنا عايز أقوله برضو يا كابتن عادلي إن ألعاب الصالات النهاردة بقى فيه اهتمام جماهيري بيها يمكن حاجة غريبة يعني في الهيستوري لما نرجع ورا ما كانش فيه الاهتمام ده أو الأضواء ما كانتش متسلطة صحيح على الألعاب الأخرى، يعني ما أعتقدش إن أي نجم من نجوم الألعاب دي زمان كان ممكن حد يعرفه مثلا هو ماشي في الشارع او لا. النهارده نجوم الالعاب الاخرى بيشار اليهم بالبنان والناس كلها بقت عارفاه والناس متابعه وبقت وارقامهم واسعارهم حتى كل اتغيرت كل حاجه وكل الناس حافظه كل نجوم الالعاب الاخرى. فالنهارده بقت مسؤوليه بتقع على عاتقنا احنا كنادي اهلي، والحقيقه برضو لازم اقول ان مجلس اداره النادي ما قصرش في دعم الالعاب الجماهيريه، يعني في خلال السنتين اللي بدينا فيهم وخاصة في بداية الموسم ده الدعم كان قوي جدا للألعاب الثلاثة. احنا عندنا تملي مبدأ داخل النادي الأهلي ان احنا بنرجع للفنيين، فبالتالي اول حاجة لازم يعني لعيبة بدون أجهزة فنية مناسبة يعني مش ممكن هتعمل بيها حاجة. فكان الاهتمام بالأجهزة الفنية، فأعتقد أجهزة فنية قوية جدا الحمد لله، والجميع أثنى عليها سواء بالنسبة للمدربين الأجانب بالنسبة لكرة اليد، بالنسبة للكابتن محمد مصيلحي صاحب إنجازات في خلال السنين الأخرانية، بنتكلم بالنسبة هو ده ملك الصلاة المفروض يعني موسوعة جينيس ريكورد ده ملك الصلاة يعني لو عايز تحط بقى تقييم موضوعي هو ده ملك الصلاة. وعايز اقول حاجة بقى بمناسبة يعني ملوك الصلاة، في يعني في حدثين حصلوا خلال المدة القريبة دي يمكن ما تسلطش عليهم الضوء قوي، لكن انا بعتبرهم حاجات كبيرة جدا. الحاجة الأولانية فوز فريق الوتر بولو بكأس مصر في خلال الأسبوع اللي فات. ودي مش لعبة مصنفة عندنا كانت طول عمرها. غير كابتن عدلي حضرتك تذكر منافسة. متحيز للوتر بول عشان المدير التنفيذي كان بيلعب وتر بول. كلام. أيوه. وحتى الكابتن مرجان حضر المباراة النهائية كانت في نادي اليوبيس بين الأهلي والجزيرة. لكن أنا بقول إيه الحدث نفسه؟ الحدث نفسه إن حضرتك تذكر السنة اللي فاتت تم إيقاف 10 لاعبين بالكامل بعد ماتش الجزيرة قرار تربوي للنادي الاهلي وقرار تربوي من داخل النادي الاهلي، وفرض بعض العقوبات على بعض اللاعبين لم تفرض من اتحاد اللعبه. وبالرغم من كده والنقص العددي اللي موجود فده بيذكرنا كلنا بالمباراه الشهيره 85 بالظبط. يا اخي حاجه غريبه ربنا كل ما بتقف مع الصح بيكافئك
فكابتن عادل انا اسف طبعا يا كابتن رؤوف، هو ده رئيس النادي دايما بيقوله على ترابيزه مجلس الاداره، اعمل الصح وما يهمكش حاجه طالما انت مقتنع بيه وربنا هيكافئك، وربنا هيكافئك. يمكن هو اخذ قرارين بدون مقاطعه كلام كابتن رؤوف، طبعا القرار في تنس الطاوله في البطوله العربيه، أيوه. عوده لاعب من وعوده، ويمكن كابتن رؤوف بيكلمني في عوده 2 لعيبه من 6 دي اكتر من ال10 بتوع الوترفول، لا وبطوله خارج مصر، بطوله عربيه خارج مصر، وتكسب بيه وتكسب بيه، وحصل هجوم نفس القصه، وبرده رئيس النادي قال لك احنا بنعمل الصح وربنا سبحانه وتعالى يعني يمكن اكرم الفرقه وكسبوا البطوله وانتصرت في الاخر المبادئ والاخلاق. هو ده اللي احنا بنقوله. نفس القصه في كاس مصر، يمكن القرار التربوي اللي اتاخد النهارده كان في صالح للنادي الاهلي، وبطوله والووتر بول وكسبوا كاس مصر، وكانت مباراه قويه جدا جدا كويس، ودخل فيها عناصر 18 سنه و17 سنه مثلوا النادي الاهلي مع زمايلهم 26 سنه زي حجازي وتيتشو بالظبط، هي هي التاريخ، هو التاريخ بيعيد نفسه. لو تشوف مسار المباراه يمكن حضرها الكابتن محمد مرجان، اللي في الاول 4-4 وبعدين الشوط الثاني 8-8 وبعد كده وصلوا 10، وصلوا ضربات جزاء ترجيحيه لغايه ما خلص 18-17 في تحدي قوي جدا. والحقيقه يعني من اكثر الحاجات اللي فرحتنا لا هو بصراحه منظومه محترمه جدا. الحدث الثاني انت قلت الاسبوع ده كان الووتر بول، وايه ثاني؟ الحدث الثاني ان منظمه او اتحاد الاتحادات الافريقيه اختار فريق الكره الطايره للسيدات بتاع النادي الاهلي احسن فريق جماعي في افريقيا عن 2019، فريق تاريخ العام، فريق السيدات الكره الطايره للسيدات، تمام. اختار فريق الجزائر في كره القدم الفائز ببطوله الامم الافريقيه بالنسبه للرجال، وبالنسبه للسيدات على مستوى القاره كلها لجميع الالعاب. طب ده حدث مهم جدا. بالظبط جدا. فده بالاضافه لاستمراريه الفوز فريق الرجال بتاع الكره الطايره، لدرجه ان احنا النهارده بنوثق وبنتاكد من توثيق المعلومات والنتائج، علشان المفروض ان احنا يعني هنخاطب الجهات المعنيه عشان ندي حق الفريق ده حقه، لان ده انجاز يعني ما فيش بعده انجاز يعني غير مسبوق على مستوى العالم. ما شاء الله. طب وفي 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 كان عندك حاجه تانية النهارده كنت عايز تكلمنا فيها بتاعت الانجاز برضو الفريق الكره الطايره ده، عشان برضو الناس تبقى عارفاه، يمكن جت فتره كان المباريات بتتلعب بدون دوليين، فبرضو كابتن ميدو مصلح اعتمد على شباب النادي الاهلي اللي هم وصلوا ال 75 مباراه لل 100 مباراه بدون هزيمه، بدون الدوليين، ويمكن ده اللي كابتن ميدو عمله، ويمكن ده الفريق الموجود كابتن عبد الله عبد السلام وكابتن احمد صلاح وكابتن محمود رؤوف، المجموعه الكبيره دي ازاي محتضنه الشباب دول. وهو ده النهارده في اللقاء اللي حصل مع كابتن خطيب، هو قال لهم ازاي تحتضنوا الشباب الصغير. انا اتوقف عند حته الكابتن الخطيب اللي رجله خدت على الصاله وكان في مشهد ما الحقيقه ما توقعتوش، ما شفتوش قد كده حرصه نشوف بشغف نتيجه الاهتمام اللي حصل من مجلس الاداره مثلا بالباسكت بول. فشفته عمل معاهم اجتماع، اعتقد كان له تاثير يا كابتن رؤوف. والله هو الكابتن خطيب يعني متابع جيد للالعاب الصالات على عكس الناس ما متصوره يعني، ودائم المتابعه والاطمئنان على النتائج اول باول، ومتابع جيد لجميع المباريات. فتملي يعني بالحس الرياضي بتاعه القديم بيختار اوقات معينه من غير ما احنا بنقول له، هو اللي بيطلب في اوقات معينه، هو بيبقى جاي قاصد وعارف ان الفرقه محتاجه دعم معين في وقت معين. توقيت رائع بتاع زياره فريق كره السله عشان يتصدر، وشفت بعديها ب 48 ساعه يعني اداء جميل. راحوا سبورتنج عملوا ماتش. انت عارف انا بضحك ليه؟ ايوه صاحبك ده خلال فتره الانتقالات يوم يكلمني
في حاجة بس أنا مش حاضر، كان الكابتن الخطيب أنا مزودها معاه. قلت له طبعا مطالبه كتيرة، فيروح مصدرني أكلم الكابتن الخطيب، ها يا عم عدلي هو في الأول. أقول له والله يا كابتن في حاجة كده، قلت كل موضوع تقول لي وده أهم موضوع، هو أنتم مواضيعكم ما بتخلصش؟ فلما كان بيجيب كان يقول لنا إيه؟ أما شوف بقى، شوف التطبيق اخر حاجه يعني عملنا لكم اهو كل حاجه، ما تشوف بقى هتكسبه ولا لا. فانا زيارته دي انا حاسس ان هو عايز يطمن نتيجه الدعم الطلبات الكتيره لو كمان على طول يعني دعم الفريق كره الطايره النهارده. الفريق كره الطايره داخل يعني في خلال الاسبوع ده عنده مباراتين، يمكن هم دول مباراتين الحسم، في مباراه الجيش يوم الجمعه ويوم الثلاث مباراه الاهلي والزمالك هتكون في الاسماعيليه. لو استطاع الفريق الحسم في المباراتين دول يعتبر فائز باذن الله ببطوله الدوري والاحتفاظ بها. فاحنا زائد بعديها على طول في البطوله العربيه هتنظم داخل القاهره، وبعد كده في بطوله افريقيا حائره لغايه دلوقتي، ما حددش الاتحاد الافريقي مكانها فين. فعايز اقول ان الشهرين الجايين دول بالنسبه لفريق كره الطايره، وخاصه ان الحمل عليه كبير جدا. ليه؟ قد يلتمس العذر جماهير النادي الاهلي للفرق الاخرى موضوع خساره بعض البطولات، وفريق كره الطايره عودهم دايما على الانتصارات، فده بيخلي ان في عبء على الاجهزه الفنيه واللاعبين وعبء ثقيل، لكن هم قد المسؤوليه واكتر، واحنا كلنا بنثق فيهم. كان عندك ايفنت النهارده حضرتك قلت لي ان كان في حد بيدي محاضرات. المؤسسه الحديثه للتنميه وتطوير التعليم دي يعني اتجاه حديث في مصر ان شاء الله باذن الله، مجموعه جايه من المانيا فيها يمكن المستشار الاتحادات الرياضيه في المانيا، وده برضه ما عرضنا على الكابتن الخطيب على طول، على الفور هو وافق على طول يبقوا موجودين معانا، يدوا دورات تدريبيه ويتكلموا مع المدربين سواء قطاع الناشئين في النشاط الرياضي او قطاع الناشئين في كره القدم، وان شاء الله عندهم بكره مع قطاع الناشئين كره القدم يتكلموا في التغذيه ويتكلموا في الحاله النفسيه. ويمكن هو كابتن رؤوف النهارده كان عنده مجموعه كبيره جدا من قطاع الناشئين، اكتر من 60 مدرب واداري، فدي خطوه برضو من الخطوات اللي احنا مهتمين بيها جدا سواء على مستوى النشاط الرياضي او على مستوى اعضاء الجمعيه العموميه وعلى مستوى العاملين، لان هو التدريب طبعا مرحله مهمه جدا جدا، بدون تدريب وبدون العاملين عندك ومدربينك واعضائك ينفتحوا على العالم الاخر ويشوفوا معلومات جديده، هتبقى يعني هو ده المفروض التطوير اللي احنا بنعمله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله هنتابع برضو بالنسبه لبقيه الفرق. فريق السله زي ما اتفقنا ان واحنا قاعدين النهارده هو على قمه الدوري. الدوري السله قوي جدا في اربع فرق كله يعني كلها بتتنافس وكلهم جايبين لعيبه كويسين، فيمكن تلاقي الوضع يختلف في السله عن الطايره وكره اليد، ولكن بنقول ان احنا بننافس منافسه قويه. بقيه الفرق كلها بتدعم نفسها زي ما احنا دعمنا الفريق السنه دي، بس اعتقد اكبر دعم حصل في بدايه الموسم ده كان لفريق كره السله، وزي ما الكابتن عدلي قال يعني مجلس الإدارة لم يبخل على هذا الفريق بأي طلبات فنية. هنيجي نبص لكرة اليد، يمكن كرة اليد تختلف عن بقية الألعاب الأخرى، لأن احنا التغيير اللي احنا عملناه في بداية هذا الموسم كان تغيير جذري، يعني شمل حوالي 70% من القوام الرئيسي بالنسبة للفريق ودعم الفريق بعناصر يعني جرأة جامدة الحقيقة شابة طبعا. فعايز أقول النهاردة بناية يعني فريق مش موضوع سهل انه ما بين يوم وليله، ولكن بحب اطمن جماهير النادي الاهلي لان في نوع من عدم الاطمئنان تجاه فريق اليد، لكن احنا بنعد الجميع وان احنا ابتدينا بصفقه من العيار الثقيل اللعيب اسكندر زايد باك وصل منتظم ليفت باك، لا هو دلوقتي بيلعب مع منتخب تونس في التصفيات الاولمبياد اللي بتقام في تونس حاليا. هو في منتخب تونس بيلعب، فاعتقد دي برضو بيراجع لطلبات الناس الفنيين. يعني احنا دعمنا وجبنا لعيبه في بدايه الموسم وابتدينا بنستكمل. ليه؟ عايز اقول ان السوق المحلي او الانديه المحليه لما تيجي تشوف طلبات المدربين ايه، هل الناس اللي هم بيطلبوهم متواجدين او مش متواجدين، فممكن ما يبقوش متواجدين
بنحاول ان احنا نعوض الكلام ده متاحين يعني متاحين متاحين يعني في ناس عقودها خالصه في استعداد الانديه ان هي تسيب بعض اللاعبين وبقول ان احنا بنستكمل وكما عودنا استاذنا الكابتن عادل قيعي تاني هيستكمل معانا ده عايز حاجه باذن الله يعني في حاجات برضو شغاله ولكن احنا بنقول ان باذن الله باذن الله يعني الفريق فضل لنا بطولتين السنه دي بننافس فيهم بطوله الكاس وبطوله افريقيا ابطال الكؤوس هتقام يوم 29/3 في الجزائر ومجلس إدارة خد قرار في جلسته الأخيرة بالموافقة على المشاركة في هذه البطولة فبإذن الله يعني احنا بنعد جماهير النادي الأهلي بنتائج طيبة لجميع الألعاب الجماعية السنة دي ناخد من الأسباب وربنا بإذن الله كابتن روف انت حضرتك قلت في إجراءات لتوثيق إنجاز الكرة